تعالوا الأهم بقى في اليومين اللي جاي، الست اللي احنا جبنا ست وما
وعندما
شايف الراجل كان مش هنفضل معاه ازاي؟ اول حاجه لحد ما الراجل اللي هو انت بتقول في حاله الراجل ده كان منهم واحد اللي يعملها في مزاج، لكن فيهم واحد قال لك نقوم يطلع عشان عشان غلطان، طب النجوم ده حط على كده مستوى، طب النجوم دي عائله النجوم، هي البروتين النجوم اي النجوم، لان عندي فيلم الفجر جنريشن النجوم قدامه بعدد الجنريشن قد كده. بس النهارده انا عندي ولاد بعض من تحليل 12 من فكره دي لما لقيت التحليل طلع رقم التحليل وانا كنت بقول لك بقول لك طلع رقم التحليل مختلف عن اللي انت تطلع بيه حتى تحليل التحليل 12 من فكره في المعنى قال لك انت شايف ان انت بتقول لك ان انت معين وبرد انه اخر حاجه في المعنى تتعامل مع عيال الولاد ازاي انفكشن انا حاسس هكلمك اهو ليه الا عقل هينفعك انك تعمل الجروب شعاع بالبكتيريا لما يكون دول بكتيريا بتبقى الضوايا كلها يرتدي بكتيريا بتبقى كده اللحم والقصايا وبرضه هيمكنك من انك تزود الفكره في الاحصان انتي مايكروبيال طب انتي مايكروبيال محتاج اديب الكريشن يبقى هو متاكد طب انتي مايكروبيال محتاج على طول الكريشن اديب مامور لكن نعرف المنظمين دول هم الاهم لذلك انتي مايكروبيال مور اكتف من اديب الكريشن ولذلك انتي مايكروبيال الكلام ده كله وضع من الاحمر والارض من الانش يرجع على الرسمه مش على الست بتاعت الكوميونيكيشن بتاع
ثلاث مكان، اليوم في ثلاث مكان يروح على الشرطة دي يدوروا فتقدر تسيبوا ايه؟ البنك مهم. لو تقدر تسيبوا البنك مهم قبل ما تخش خالص، يعني احنا عارفين ان الاثنين عاملين في ثلاث مكان، الاثنين بنعرف ان الجيش الخاص بالدرجة الأهلية يروحوا مكان، الاثنين أتاني أنا مش على السوق ولا هيتفرجيني اللي هو الكيري اللي هو الكيري. طيب نعرف ايه على عامل المدرسه دي؟ لازم تطلع فيها الحروف عشان نفتكر الفكره عشان بعض فاكر الحاجات دي كلها ادوات كتير. فالفكره في الشيكتين هو الكرام وقت. كرام وقت ايه؟ الشيكتين هو الكرام وقت الكرام وكان في الاخر لو كانوا مرتبطين مثلا وما
مش في تجميع الناس اللي فيهم الكلام اللي عندهم موبايل كتير ولا عندهم شركه للبلاي ستيشن وما كنتش تبيع انت ما تسواش اللي هي المركز ايه المركز دي؟ من السيستم اس اور يعني ايه من السيستم اس هو ليه؟ الفكره ان هو ده مختلف ولا مختلف ان هو ده 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 م
بيطلعها على طول في البرزنتيشن اللي هي السوبرفايزر اللي بعدها على طول سبحان الله والله العظيم والله سبحان الله اللي ربطته بريت الناس كلهم اكبر من تدريس الفكر في الشفاء حياتي وانا قايل لحد دلوقتي بيجي مثلا سبع غرفات من اغرب تدريس الفكر في الشفاء هو كان كمان بريت الناس كلهم بس انت محضر الصوره بس معظم كل وقت بتلعب في كده ايه؟ ريت ميك سندروم من الاماراتي. البنك مايك اللي ده على فكره اللي بياخد تلاقوا الريت بتاعته من تحت المشي كده لحد الدنيا بيشيل سندروم ده ايه؟ اشمعنى الحته دي؟ الله اعلم. تعالى ايه ما تعالى ده ايه؟ تروح قايل للراجل تقول له ريت. تعالى تقول لك تظبط التمرين الجديد طب ما هو اللي بيظبط التمرين الجديد المفروض البنك مايك اللي هو عامل حاجات وضع راجل ويبقى دايما كل الناس زي ما هو بيقولها ريت مان. اللي هو قال لك بيعمل جيش اللي عايز يجيبها في الامتحان صح قوي بقى ريت مان عشان ما تلعبش كده فور ريت نيكست زون ماي بي او بروفايد يوتو للتأكيد محدش يلتهم بالاسباب دي اللي لابسه قوي في دماغ الدكاتره يعني هو بيقول له نوتيستي قول له نوتيستي بعدها على طول هتلاقي بقى نوتيستي يقول له بعدها على طول ريت مان وريت نيكست زون بعد ما تتفرج على علشان تركيز البرنامج الشريف في الصوره الثالثه وهي الكافيه اللي بتيجي تنزل والراجل مش قادر على الروتين عشان كده تركيزه الثالث الصف الثاني اهم حاجه بس دلوقتي دي عشان التجميع عليه اللي هي بتاعت السلم الريسيرش فوالا يعني ده على طول الصف الثاني بتاعك يبقى كده السلم الريسيرش الثالث هقول الكسور بس اللي انا عايزه كويس يطلع روتين بس السلم الثالث اللي هو التجميع وقلت لك بقى عشان انا هنخش على البرنامج الكبير في الدين لو بعت لي في مشكله لو اتكلم تشوف في مشكله ده بقى شاطر فيها تاني صح؟ كل الاسامي اللي هتكتبوها في الدين كده في الفوق والاسامي اللي انتوا داخلين عليها دلوقتي في بناء بتاع الكوم فايلنج يعني ايه بتاع الكوم فايلنج؟ انا هقول لك انا ازاي الكلام ده وكانت الشركه ولا تحضرها الواحد ساعتها ما كانش مضطرب، أما كل الحاجات اللي كده، أنا فاكر اللي
بس انا عايز اقول لك بريزنتر او الفاينل بريزنتر عايز تشوف حتى بين عربي واقول اول حاجه شغل بادي دي هاي بادي كلمه هاي دي انا كنت اهو فاينل بريزنتر يعني انت بتكتب الفاينل احسن من طيب اكتب الفاينل كتبت الفاينل اه طب فيشن بدون سوبر فيشن بدون ريشن اكتب فاينل وكتبه بدون كواليتك والمطلوبه تبقى مظبوط واثنين على الاقل يعني ايه واثنين على الاقل؟ يعني على الاقل الريشن السي اقل ريشن السي في فيها دوائين قلت لكم من اكثر الحاجات اللي بنعمل فيها كومبارتيشن هي السي في عشان ما يحصلش يبقى شخص بدو عادي ما بيعرفش يشتغل كده بعرض لو انا لو جت حاجه زي كده انا مطلع كده في حاجه زي كده مش راضي فيها بعرض هو لو شخص بدو عادي بس كلمه عادي مقرر ان انا اكتب لا بروح حاجه فايبر متر زين انت بتكتب فايبر اكتب اثنين على الاقل اكتب اثنين على الاقل من فايبر ما تعرفش هتكون في فتره بريشر ديوريشن وبعد كده اقابل النقطه اقول له كل الكلام ده عشان اقول له كل اللي انا عملته ده عشان ابعد منك الشيء ده الفايدر عموما في التشريع بيبدا الاثنين اكتب دورين على الاقل الاثنين طبعا هو ده الشغل اللي انا لو حاجه الاثنين اللي بتنفذ هتكون ده الصح لو شخص بدري علي بدري علي بدري دي انا اكتب الدوريه الفايدر اللي انت بدري سابق انت جمعنا على الاقل اثنين في موضوع عقاريه لفتره كافيه عشان تقدروا تستفاد وتتعلموا الصح دلوقتي ريجن كورتين وكورتين طبعا ده انت حد دلوقتي عمال تقول فين اوفر هو في احسن في الدنيا من الكلي تعالوا بقى نخش في الكلي بجد اللي هي تراجريشن فور كلي انت اه ايه الريجيمنت اللي احنا هنعمله للعيال اللي عندي في الكلي هتكون تحت الباراجراف اللي عندنا اللي احنا هنعمله حاجه اسره ده كان تيجي الموبايل ده الريجيمنت ده كان تيجي الموبايل كله يصحى بقى ويلاقي ده كان تيجي الموبايل اوبتورنيتد ريجيمنت ريجيمنت فور كلي قبل وش هو 1947 كل اللي عرفت في الاول حط العيان دي بتاعك اصل كمان شويه هنقسم عيانين دي جديد اربعه ما يشتغلش شفت منكم عيانين دي كام واحد عشان معقول عيان دي جديد اه هو ليه له علاج كبير ده حاجه اسمها كاتيجوري واي قسم لكاتيجوري صنع عيان جديد بتاعك وتقسم كمان شويه هيبقى عباره عن اربعه كاتيجوري كل ده كاتيجوري واي اوبتورنيت تريتمنت تريشن كل كاتيجوري ليها ريشن ده معنى يا جماعة أنا العنوان اللي هحطه الكريم اللي هجيبه النهارده أهو معناه إن إحنا هنطلع معينين في بي هنحطهم في أطراف أو أنواع أو كاتيجوري زي ما هو بيقول هياخد كمان شوية أربعة كيلو أو وكل كاتيجوري من دول ليها ريشن كل كاتيجوري من دول هيتعامل معاها أدوية معينة معينة وديوريشن معينة تعالى نخش في الكاتيجوري المفروض دلوقتي احنا داخلين على حته هنعمل فيها ايه؟ هنقسم عيانين للكاتيجوري وكل اسمه اول وكل كاتيجوري هنديها ريجيم معين مش كده؟ تعالى نشوف رقم واحد كاتيجوري 1 الراجل اللي هو النوع الاول او الطاي الاول بتاع او الصنف الاول بتاع عيان ايه؟ الكاتيجوري 1 عايز تكتبه جنبه من يو لاند يعني ايه يو لاند؟ واحد جديد خالص يعني ايه واحد جديد خالص؟ نيمو لاند بورتريت اند تريتد بالمونري تي في يا جدع يعني ايه؟ يعني بالظبط نيو لاند يعني واحد عنده بالمونري تي في واثنين بورتريت تريتد ما تعرفش خالص ما راحش على حد خالص ولا كده حاجه خالص اللي هي عندكم مكتوبه في الكتاب اللي هو نيمو بالمونري تي في انا هنا بالظبط يعني جنب ايه؟ الكتاب اللي هو النقطه الثانيه مش هينفع عشان ما تضربوش نحطه على النقطه الثانيه ان ده كان مضمون مش كده؟ برضه معايا فاي فاي عشان هجيب الوان اكسترا مضمون برضه دي ملاي دي ممكن تكون سي في سبورتنج واكسترا مضموني في الكاتيجوري الاولانيه اذا الكاتيجوري الاولانيه دي ملاي يا اما مضمون يا اما اكسترا مضمون مضمون اثنين بوست اكسترا مضمون في دي مضمون كده؟ دي الكاتيجوري الاولانيه الكاتيجوري الاولانيه كانت بتقول كده الكاتيجوري الاولانيه عباره عن مين؟ نادي دي ملاي يقول لك اثنين بوست بالمونري او نيو لاند اكسترا بالتي بي تي بي اكسترا بالمونري
صح كده؟ بس دي كبير الرقم. عدلها على طول والرقم هيمشي. هوضح الكاتيجوري وبعدين ارجع كده اقول الثاني كبير. عدلها على طول الكاتيجوري رقم ثلاثة. ممكن الكاتيجوري رقم ثلاثة في الفصل الأولاني. برضه نيو مان، نيو بيرس هو سمير نيجر. برمجة دي. تكتبوا بقى بالعربي ازاي؟ أول مرة بعد الساعة الكاتيجوري واحد. نيو مان سمير نيجر برمجة دي. تحت كتير نجم في الأرجون دي بالظبط لبس دي فورم خاص اكسترا عمري. خدت بالكم من الوقت؟ ده نيولانج وده نيولانج على فكرة. كاتيجوري 1 وكاتيجوري 3 الاثنين نيولانج. أصل كاتيجوري 2 وكاتيجوري 4 مش هيبقوا نيولانج. يبقى النيولانج من عينين الكبير مين؟ كاتيجوري 1 وكاتيجوري 3. والاثنين عكس بعض فرضوا الاثنين نيولانج الاثنين كلها خالص فورم خاص. لكن الاولاني كتير مصر هرمونري او اكسترا هرمونري تي في صح كده؟ الثاني في تي خالص برضه هيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن عكس الاولاني اللي هو كتير نجس هرمونري او ريس كبير اكسترا هرمونري. فدي كاتيجوري واحد وكاتيجوري ثاني. تعالوا نشوف كاتيجوري اثنين. عارفين كاتيجوري اثنين هتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن كاتيجوري واحد وما حدش. يعني ايه كاتيجوري واحد؟ يعني جاب العيان في كاتيجوري واحد اللي هو كان عباره عن مين؟ نيولاند نيور بروسبر هرموني وقلت دي اكسترا هرموني فكسروا الالات ومنها كسروا الالات ومخدت معاها ازاي غير ان احنا كاتبين 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 تسمير بوست الثالث اللي هو كاتبين الوجه ما خفش على الات او الات او رجال بوست الثالث او ان صرفت تريب الراجل الاربع في العلاج وعليه الراجل ما خفش. يبقى كاتيجوري 2 دي عباره عن مين؟ كاتيجوري 1 لما ما خفش. طيب بص بقى كاتيجوري 1 لما ما خفش صنفته في كاتيجوري 2. صنفته ما خفش على الريليشن بتاع كاتيجوري 2. هصنفته في كاتيجوري 4. فهمتوا 4 كاتيجوري؟ انا لما كده هتلاقي كاتيجوري 1 عكسها كاتيجوري 3. صح كده؟ وبعدين اروح كده كاتيجوري 1 ما خفش بدخله في كاتيجوري 2. كاتيجوري 2. كاتيجوري 2 برضه ما خفش على الريليشن بتاع كاتيجوري 2 بدخله. طب تعالوا نقرا في الشهر 4 برضه في الوضع عشان نرجع نقرا في الوش الثاني ده علينا. كاتيجوري 4 دي ار بوزيتيف وهاف ريمين شو شو هاف وهاف كاتيجوري وهاف كام شو عايز دي ار بوزيتيف وهاف ريمين سمير بوزيتيف لانهم زي ما هم سمير بوزيتيف اكثر كومبليت بوليس اورفايز جريد اسمه كاتيجوري 2 فاهمين الدكتور اللي هم برضه ما خدوش قالوا لهم هم سمير بوزيتيف بعد الريد يعني ايه بعد الريد خلاص الناس اللي عايزه واحد وتعمل لهم ري تريتمنت كاتيجوري 2 وبرضه طلع ما فيش فرقه كاتيجوري 1 ناخد الوش الثاني. الوش الثاني بتاع ايه؟ احنا قلنا وش الجبابي ناخد الوش بتاع الريتم. حد قال ان في صعب؟ خلاص تعالى نخش على الريتم. كل كاتيجوري من دول ليها ريتم وكل ريتم من دول تقريبا كانت ثلاثه كاتيجوري. خلاص عندنا اربع كاتيجوري. في ثلاثه منهم الريتم هيبقى عباره عن النشأة فيز وكونفيجريشن. يعني ايه النشأة فيز؟ يعني هقسم فترة علاج العيان لمرحلتين. مرحلة في الأول هنزل على التجربة الصغيرة أطلع عادي كمية أدوية كونفيجريشن جدا عشان فيها النشأة فيز. وبعدين كونفيجريشن فيز دي فترة ثانية هتنزل الدوريشن كلها بتاع العلاج وهتاخد مثلا سنة مثلا. طبعا الكلام هاخده ده فترة مثلا. فرحت مقسمها مثلا لأربع شهور وثمان شهور. أربع شهور في الأول تمام ثمان شهور بعد كده تسميهم كونتينويشن تيست. الأربع شهور الأول دي بتبقى من الكتابة كان خالص كتير. بس هدفك في الانيشن تيست إن أنت تنوض أكبر عدد أكبر نقطة ممكن من الكتابة الأكبر. في الكونتينويشن تيست عشان تعمل فيريفيكيشن لبعيد تبقى كل نقطة. عندي كاتيجوري واحد وكاتيجوري اثنين وكاتيجوري ثلاثة هتفرج عليه الكلام اللي هو هيبقى انيشن تيست واحد كونتينويشن تيست. كاتيجوري أربعة هيبقى واتش أب أولى كده على بعض. يعني مش هقدم التريت بتاع كاتيجوري أربعة ده لأنيش هتبقى كونتينيوشن تريت كاتيجوري أربعة هيبقى مجرى سنة على بعضها. تريت بس كده معايا ولا تمام كده؟ تعالى نخش على الريشن بقى بتاع كاتيجوري واحد والريشن بتاع كاتيجوري اثنين والريشن بتاع كاتيجوري ثلاثة والريشن بتاع كاتيجوري أربعة. غالبا برضه ما بنقدرش الكلام اللي هيبقى في الكتاب مش هتبقى أصلا. الكونتينيوشن تريت بيبقى من اثنين لثلاثة والكونتينيوشن تريت بيبقى من أربعة لثمانية. ده هو الكونتينيوشن تريت. الانيشال فيز تبقى من 2 ل 3 اكتر والكونتينيوشن فيز تبقى من 4 تمام؟ تعالوا الانيشال تعالوا بقى نقول كاتيجوري كاتيجوري بقى بس نقول على بعض. الانيشال فيز كاتيجوري 1 كان مين كاتيجوري 1؟
هو كبير كبير بص الجولاني بص الهرموني كبير او كبير اكسترا هرموني كبير اللي هو ما خافش هيخش هيجيله الاثنين لو ما خافش هيخش هيجيله اربعه هيجيله ثلاثه عكس هيجيله ثلاثه فالطعام بقى شوف بقى هيجيله واحد عليك ازاي هو اللي ما فيش هيجيله فاكرين بقى الدكتور تقولي ليه فرد بالك عشان خاطر نفس التركيز عشان دلوقتي هيعمل لنا التركيز بقى يفعل على طب الروح اللي عملت على رمضان بتيجي عامله ازاي؟ ما فيش هتتكلم عن التركيز عايز انا جاي في الالتزام سته يبقى عندنا هايبر التزام والاوتو والريسك وهايبر وبعدها حد يعرف حد يقول الراجل ده يعرف هم دول الفيرست لاين وبنفس الترتيب وحط اوتو في الاخر دوت عشان مش واضح عنه اوتو في الاخر دوت هو كان الفيرست لاين عباره عن مين؟ او لو جه هو فايز انا اهو عايز ما يضيع والكراش وفايز انا ما يضيع الكلام في دول الفيرست لاين لكن دول اللي مش شايفين دلوقتي هو اللي ما يضيع والكراش وفايز انا ما يضيع الكلام في دول كور نحط اول كده يعني مش على فكره التركيز ده ينفعني فيه اول ماشي اكتب الفرق الصغيره اذا شغل الاتجاه العربي النيشن تبدا تقول ايه؟ اول ايه؟ اخر دورين ريسبونس كونديشن ايه؟ احنا قلنا الريشن بتاع النيشن عموما دايما نكتبهم باثنين ثلاثه مرات او بتاع الريشن ايه؟ هاي دورين ايه؟ لو هتلاحظوا برضه يعني دي بتبقى عامل ايه؟ طول ما احنا ماشيين انيشال فيز وكونتينيوشن فيز لازم يبداوا كلمه ايتم الرايت ما يتحشش من التحول الدنيا وبس خالص اي ريجيمنت انيشال او كونتينيوشن بدايته ايتم الرايت تاني في ناس بقى في ريجيمنت ايتم الرايت اللي مش نفس الحقوق وفي ناس ايتم الرايت اللي بتمكن وبحش تمام كده؟ طب ده كلام ان شاء الله مش هيحصل والله مع الله تعالى ليش شايفين في الكاتيجوري 1 ليش شايفين في الكاتيجوري 1 قلنا هيبقى فين الصلاين مش هحط الحته دي الكونتينيوشن فيز عايز ابقى زي الديفنس بس الكوره 4 5 3 كده ايه لا الجروب بتاع الراجل اللي طلع عليها الشاب قال له الراجل اللي كان في ماتش لعب فيهم اثنين القايد ما جاي 300 من بتاعه 300 في الكوره لازم 300 والكم لا يكتب الاسم ده وجالي حاجات كتير مش الرقم ده واللي كان في الرقم ده ازاي مش عارف طيب ده هو الكاتيجوري 1 كاتيجوري 2 مين كاتيجوري 2 ده اللي هو اللي كان ده ما خدش كاتيجوري 2 هو انا عندنا انيشن فيز وكونتينيوشن فيز انتوا واخدين بالكم من كاتيجوري 2 ده عباره عن عيان بصوا عيان غلبني ده انا مشيت معاه بريجمنت بتاع كاتيجوري وما خدش ده عندي ايه؟ هدور هشيل الكورة اللي انا حاطط لها في الشغل. يبقى الانيشال بيتش كاتيجوري 2 هيبقوا مين؟ هيبقوا مين؟ هيبقوا مين؟ والتامبل وبايرن سينا مايش والتامبل دول هشيل الكورة. هتغلبني ما حدش لو حطيت الكورة. فهحط لهم الطريق بتاعتي بقى هتلاقي على الكورة في نفس التسديد فهحط لهم خمسة ده على فكرة الراجل ده غلبني وما خدتش على ريجم الأولاني. هحط لهم خمسة دول فور تو مانث انا لسه في الانيشال فيز ده الانيشال فيز بتاع كاتيجوري 2 اللي غلبني ده الانيشال فيز لوحده هيقتلني هديله الخمسه كده مع بعضهم وطلعت معايا في كتاب الانيشال فيز قال لي انا خمسه وطلعت معايا خمسه دول ثلاثه واحد فور تو وان فور تو وان اي كلاس اربعه احط اربعه يعني عشان يعني ايه؟ مش برضه بالظبط وطلعت الانيشال فيز بتاع كاتيجوري 2 زي ما قلت لكم الموضوع ده اللي يجي بالعربي يجي هو اللي يحصل في الكلام ده انا شلت اور في الانيشال فيز بتاع كاتيجوري 2 شيلت ورد في حته ايه؟ وقريت لك الانيشال فيز. شيلت ورد وحطيتهم الخمسه مع بعض فور في مصر وشيلت ورد وانا بقول ان بقى المصر اللي بعد كده بس شيلت معاها الدوله الثانيه. وبعدين اقصد ايه؟ انا حطيت الانيشال فيز الاولاني في كاتيجوري 1 الخمسه في اخر كده وهي كلمه والله ما تفكر كده. الانيشال فيز بتاع كاتيجوري 2 انت شيلت ورد، شيلت ورد مره عشان تحط الخمسه الاولى مع بعض في اول اثنين مصر في الانيشال فيز. وبعدين شيلت ورد وشيلت معاها الاحلام. عشان اكمل اللي هو الثلاثه مش هتبقى كنت مش هتبقى كده لازم هتبقى يعني الدم الثاني الدم كله اللي هيلخبطه الدم دي كل اسمه هيبقى الدم الثاني عشان تمشي زي كنت مش هتبقى بتاع الكاتيجوري كله وعايز اسال الناس ولا بعض طيب ايه نيجي بتاعك كده احنا قلنا بقى بص كاتيجوري 1 لو ما خدتش بيبقى كاتيجوري 2 لو ما خدتش بيبقى
خلينا نخش خلاص كتير اربعه في هو الجولاني بقى بتاع كتير اللي على الخطوط كده نخش على كتير اربعه اللي هو بقى رولي تشيتش وقت الليل في الفوز بتاع الكونتيننج الفوز بتاعي في الليل اللي هو كتير اللي هو الريتش فورتاين تو ماي لاين اللي تبدا هو ده ما بيعملش حاجه في الريتش بقى الريتش بتاع كتير اللي هو الريتش بتاع كتير اللي هو ما كانش الورقه ده مش كده لو كان الفيلتر من الاي تو ماي لاين هيبقى مين؟ بص كده على الشارع ادي الباقي لمده 12 شهر يبقى عايز ما جاي الكتف شايف الجمالة هات الثاني جاي ايه جاي بيرس لايف اللي انت كمان يكتبها كده جاي بيرس لايف لمدة 12 شهر طب وعايز ما جاي ان الاثنين في الريجيست طب لو العيال الثالثة في الريجيست احنا بنتكلم في العيال اللي جايين ده خالص اللي خد ريش من الاولاني فاللي الثاني ما خدش يبقى هتبقى دور ثالثة انت عايز ما جاي ارقام من اول اثنين عايز ما جاي الثالثة في الريجيست لمدة 12 شهر أنا ما زلت بنصر الفكرة لو شفت الاثنين هات الواحد لمدة 12 شهر وهيدور عليهم يكتبوا مين اللي بيعمل البروستاتين ده؟ تحليل الهرمونات دلوقتي عشان واحد من الكيلوات أو من الكيلوات 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 البروستاتين يا دكتور أنت لو رحت الكيلوات الموبايل هتحطه معايا يقول له هات سكت واحد الشهر الثاني اللي هو الضغط بتاعه سكت واحد هو العيال طبعا اساس عليه في على
حول النيجاتيف تو بوزيتيف، حول النيجاتيف تو بوزيتيف.
مش هنتشد، هنتشد خلاص. لما قلت ان هي بتوصل بنتشد عشان نشد الجهود بتاعتك الضعيف. وفي رقم ثلاثه حول من نيجاتيف لبوزيتيف برضه نفس الكلام، بس الاول على ايدي الناس اللي فيهم تفريط. زي مين؟ زي الدايركت، زي الجيم، زي الاخر جروب اوف فايف فيرس، تكتيك على ثلاث الناس اللي هم عندهم تفريط. يبقى اثنين جروب كرونيك واثنين نيجاتيف كرونيك. نخش بقى على اللي هم الدرايفرز او الميتابولايت بتاعه احنا هنطلع بعض الدرجه الاكشن دلوقتي
واخبر البايم اليوتر يزود الهيبات والبايم اليوتر يزود النيوتر على اي وقت الحته دي. المهم لو كنت طلعت مايه في الترجيشن احتاج اخش البيت في الفراغ بتاعي طلعوا من الصفحه. بصوا الطب الفكر رقم واحد يقدر يقدر يفتح حاجه انت من الدواء رقم اثنين انا هشرحها بكره رقم اثنين عباده الطب بتاعها اللي هي الطب المتابولات بتاعته يعني بس الطب متوقع ان هو في اخر الفصل الثاني يروح يجيب مصر على الطريق والهرمون والثاني هيبقى الاسبوع الثاني جاي في الفصل الثاني يقول له وقد تلقوا الاسبوع الثاني والامور تصدقوا وقدامكم كام؟ ورقم اربعه بيتكلم قرر نفس اللي فيه رقم اربعه نيوز وستيس وعباده وستيس بس في البيبي وبيعتزي في مصر لان سايز الرايدايز بيأثير فيري هاي وكونسنتريشن اللي هي الدكتور في المترو في المدر اكثر من بلاد الطايف. هاي اللي كنت بتقول لك في المترو في المدر بيتكلم عن الأسئلة اللي الباشا بتعمل لازم الطالب يحطها في دماغنا كويس قوي مش بس عشان يجيبها في الامتحان، ده في أدوية بقى اللي احنا بنتعلمها ونطورها في كمان شوية، ثلاث أدوية بقى مثل الفيس بتاعتهم كيميكال هايبر. تعالى أروح على اللغة الفيس اللي فيس أول ولا لا، أنتوا من غير تفكير من يوم دول تاني، الفيس اللي هايبر، مش كده؟ تعالوا نجيب الأسئلة اللي فيس الثانية دي الأول، شوف بقى رقم واحد نقول فيس ليه الأكل ده يعمل نقول فيس اللي هو نقول ولو داخل الباب ده فلو اكسلريتور بلس بلس ما حدش ينفع يفتح ان الايسر يزود يزود الاكسبريشن اوف مارك ان دي تي يزود الاكسبريشن اوف مايكل ان دي تي ولا ان دي تي اللي هو المايكل يزود الاكسبريشن اوف مايكل ان دي تي يزود الاكسبريشن بتاع مايكل ان دي تي وعلى فكره مايكل ان دي تي ده اكسبريشن فور جيرنال سيجنال يعني انا دلوقتي لو جاي في الدنيا طيب ولاين ممكن يعمل نيوز وفيلم لان بجد في الاول ان الراجل اقول له يحصل فاشل لو تعمل من التطورات لان الدواء او واحد ما ضرر ان الدواء ده نيوز برغم ان الراجل ده مزود الاكسبريشن بتاع الفيروس دي او الفيروس دي علشان كده اللي يعمل طيب ولاين لازم تاخد معاه تطورات من الفيروس دي والبيبي بتاع البيبي اللي مواضع مش هيكون بياخد مرضى لو ركزت اني وضع انك اتحرك في مرة لايف وبتنقطع عن كده لازم تفتح البيت لو تنزلش في مصر وانك عشان ما تحرقوش نيوتن. سبحان الله كده ربنا على فكره حاجه والله. الايكو ماي دايت ده زي ما قلت لكم مصر في الكتاب حتى اللي قال لي كده لازم تقول على نيوتن. من كونسنتريت في المتر في المتر اكثر من البلاد ما تعرفش تتكلم يعني في البيت اكثر من البلاد. شايفين الايكو ماي دايت ده هو الوحده اللي بتستخدمه في البروجرام دي. والموديل لو عندها كبير تاخد ايزو ارباز اوتوماتيك الفيديو اوتوماتيك الفيديو سبحان الله والبيبي لازم ياخد يطلع على الراجل بتوع الفيديو عشان النيوتن ولكن لازم رقم واحد نور اكتيفيتي قلنا رقم ايه؟ نيوتن سيستم بقى عباره عن نيورو ريفرنس رايتنج وموديل الموديل اللي عايزه في واحد ايه؟ هاي موديل كومبالتن بيشن يعني ما يحطش كومبالتن الاولانيه الريفرنس رايتنج يكون انما الكمبيوتر اللي تحت لو يقدر يكون لواحد اكبر عنده. زي نيويورك تيست اللي بيعملها شبكه اللي بتبقى بعد اللغه الثانيه اللي بعدها على طول بعد كده بقى لو كنت اللي هي كنت بتدخل معك بتدخل الثالث بتدخل من الكتاب واحد رقم اثنين ورقم اربعه اللي هي ورقم ثلاثه وعنده في الشد ده عشان ما حدش شد وتجمعني عشان احتاج على طول الحشد ده بتاع كل ده. الراجل ده عشان ما تبقاش وحشني حد بقى اللي بيجي اولا هو نفسه الدايم. فمن مشاهير ان الدايم يكبر لو ترجعوا للسي والبي والشاسع حصل لايك ايه؟ هو نفسه الدايم. وبعدين لو حيبقى الناس اللي بتضايق من ديوتر تزود الايمان وتقلل والناس اللي ضايع اللي هي يعني العكس وما نقدرش احط لهم الناس اللي احنا قلناهم في القرنيه اللي هم بيستخدموها مايك والباص مره واحده قلت لك
الاثنين اللي احنا قلنا عليهم في الفترة الأخيرة ان هم بتاعه الوزن دول ممكن يشتكوا معايا في نفس الشركة هيعملوا لي نفس المشكلة. كل القصة بتاعتهم على تقريبا الشركة والدور حوالين الزايد الهيرتس والدور كورتيزي شوية في نفس الشركة ما عادش انت ان هم نفسهم الزايد الهيرتس. الأولانية بيتكلموا على انه هو نفسه الزايد الهيرتس، الثاني كتبوا على الزايد الدور كورتيزي الكل طبعا الكل اللي انا عارف ان هو هيتم معاه. والكل طبعا مين ده بطل ضايف اليوتا اللي هو الوضع بقى بس الفيلم كان اللي هو اللي بتاع قال له انا ضايف. رقم اربعه بيتكلم على حاجه تسميها بطل ضايف الكلام اللي طالع قال له بطل ضايف دي وقال له الاطفال مش هتمشي. هي رقم جذريه جدا من كريستو اللي هي الكربون الباي اللي هو الباي اللي هو
انزايم الديوتر عشان ده اللي بيبقى فيها الشجع والليفر في المراهق ده الدكتور. ده ايه الدكتور؟ الدكتور اهم الادله بتاعته هو لايك مانيفستيشن، يعني هو لايك مانيفستيشن مكان الواحد اللي عنده رقبه وعنده مشكله. ليها تيمر ومالين دول تيمر وحاسس انه عمدان وعنده كور. بالظبط المانيفستيشن اللي عنده مشكله. الانرجي هتقول عليها شويتين. بلاش بتكلم عليها شويتين. الاي بروتين يوريا. بروتين يوريا ايه؟ يعني 15 او 15 دقيقة الاساس في الكدني، يعني دلوقتي اثر على الليفر واثر على الكدني. الاي يوريا والبي بلس الكريدت. بلس الكريدت برضه يعني شوية شغل حلو مؤثر. ولو زاد الفكر بتاعي مؤثر Thank you.